يا حيو يا ابو سيارة تيمك سوي لجارة يا حيو يا ابو سيارة تيمك سوي لجارة من عذابك شاب راسي من عذاب الوغى قاسي وانت قلبك ليش قاسي دائما مثل الحجارة يا حلو يا ابو سيدارة تيمك سوي لجارة. اهلا وسهلا بكم متابعي الشرقيه برنامج ظهيره الجمعه. اليوم سويت نيولوك جديد ولبست الصداره حتى نعرف اصل الصداره منين وليش العراقيين لبسوا صداره وليش بعدين انحصرت الصداره فقط للبغداديين. اصل الصداره ومكان الصداره اليوم راح نتعرف عليه من خلال هذا المكان التراثي الجميل في بغداد. يا حلو يا ابو أصل الصدارة من إيطاليا، يعني هي من المنسوجات الإيطالية الوطنية وما زالت لحد الآن هناك مصانع نسيج لديها خطوط للصنع يعني وعمل هذه الصدارة، ولكن بأشكال عديدة، منها الصدارة المدنية اللي مثل هاي لابسها على رأسي، وبأشكال يعني كبيرة وصغيرة الأحجام، وأيضا بألوان، يعني بس اللون الأسود هو اللون الغالب عليها. أيضا هذه المصانع الإيطالية تصنع العديد من أنواع الصدارات لأغراض العسكرية، يعني ما زالت العديد من الجيوش ومنها الجيش الإيطالي والجيش الأمريكي والجيش البريطاني والجيش الفرنسي وحتى الجيش العراقي يعني يصنع هذه الصدارة. يعني أنا أتذكر يعني كنت جندي مكلف في الفرقة الثانية بشي كركوك، عندما يعطونا الاستراحة مثل الجمعة والخميس ممنوع ننزل بالملابس العسكرية ما يسموها قيافة العرضات، لا لازم نلبس ملابس قيافة النزول، يعني النزول للشوارع وللمدن، ونعتمر على رؤوسنا السدارة. بغداد دائما تتألق، فاليوم احنا موجودين في مقهى دار القشلة التراثي، واليوم احنا دا نتحدث عن السدارة ومنين اصل السدارة وشنو موضوع السدارة وليش راحت السدارة انقرضت فترة وهسه عاودت انه ترجع للناس البغداديين من جديد. استاذ نبيل هو اللي راح يتحدث عن هذا الموضوع. السدارة اصلها ايطالي، تعود الى عهد الملك فيكتور عمانوئيل الاول راعي الوحدة الايطالية في عهده 1859-1863، فترة الوحدة الإيطالية، بالاتفاق مع كافور وغاريبالدي هم راعيا الوحدة الإيطالية، والمملكة اللي كانوا فيها مملكة سردينيا وبيدمونت. هذه المملكة اللي هي أساس الوحدة الإيطالية، والسيدار هي كلمة إيطالية، وكان الشكل مو كما احنا نرتدي الآن، إنما كان بالعرض، فلحد الآن اسمها فيكتور. فيكتور لحد الآن، وأنا عندي هاي السدارة فيكتور اللي مكتوب عليها محتفظ بيها، اشتريتها بسنة 1979 من الأسواق المركزية أوريس دي باك شارع الرشيد بخمسة دنانير في وقتها، وضامها لأنه نوع مالتها، هي كان تصنع من نوع الشبن خاص، الجيش الإيطالي اختارها وبقت للجيش الإيطالي يرتديها. وعدنا خياطين اثنين في بغداد، روبين اليهودي وماستر أحمد الهندي الذي جاء مع قوات الاحتلال البريطاني وكان يخيط الملابس لكافة الضباط الإنجليز عندما أسسوا الكلية العسكرية بال 1924، خياط ماهر، وأنا الرجل شفته وقعدت يمه بسنة 1972-74، ومحل بجانب شريف وحداد عند نزلة جسر الأحرار قرب ساحة حافظ القاضي. سدارة اجت العراق في عشرينات القرن الماضي ودخلت بواسطة ملك العراق الأول
المغفور له المرحوم الملك فيصل الأول. هذا الرجل كان عنده طموح وعنده آمال وتطلعات كثيرة لرفع شأن الشعب العراقي و يعني إيلاء المكانة التي يستحقها بعد أن رأى الجهل والأمية والتخلف متفشية في أواسط المجتمع العراقي. قبل ما نحكي عن انه إعادة يوم السدارة، اليوم شلون تقدرون تثقفون الشباب عن انه يلبس سدارة؟ اليوم الشاب يريد يقص قصات جديدة، قصات مودرن تتوالى ويا لبسه ويا بنطلون مشقق، شلون يعني تريدون ترجعوا للسدارة تقولوا له البس سدارة؟ احنا بسياق عمل بمهرجاناتنا التراثية والفنية والتشكيلية استخدمنا الجانب التطوعي والجانب الديمقراطي مع الشباب، فلذلك نجحت كل مهرجاتنا، مهرجان لقاء الأشقاء الأول، يوم المقهى البغدادي، يوم السدارة البغدادية، بحيث احنا الآن من طب المركز الثقافي الشباب هم يعجبهم ياخذون صور ويانا وكأنما احنا عرسان موجودين بالمركز الثقافي البغدادي. اما لغة الإجبار، لغة الإجبار ما تجيب الشاب، بالعكس يمتنع عن التراث، واحنا الآن رسالتنا هو إحياء التراث البغدادي ونشره بين صفوف الشباب، وايضا استخدمناه بالكليات، دخلت بالكليات معارض تراثيه سويت هناك، واني ارتدي السداره البغداديه. هم يسالوكم عن السداره مثلا، يشوفوك بالشارع يسالوك انه منين نشتري هذه السداره، وين نلقاها، وين المحلات اللي ممكن تبيع سداره؟ اليوم ممكن حتى لو مو شباب، ناس متوسطين العمر يحب انه يعود بالفلكلور البغدادي، شلون يلقاها للسدارة؟ نعم طبعا، من خلال تواجدنا بالمركز الثقافي البغدادي قاعة شناشيل وبالقشلة نشوف الناس اللي يشوفون المنتدين السدارة نظرون نظرة احترام ومتقبليها، يعني فشي لأن دلالة بغدادية وعراقية هي تعريقية، فيسألوننا هاي منين، منين تشتروها، فنوجههم وندليهم على أماكن اللي بيعوها بيها، ويحاولون مرات حتى أخذوها من راسنا ويأخذون بيها صور، يعني الشباب مقام يستهجنوها. أنا حتى طبعا أنا الفائز الأول بالمسابقة اللي صارت مركز ثقافي عن طريق أساتذة اللي معانا كقيافة كاملة مع سدارة، نعم، فبيشوفوه هم يتردون عليه شيء جميل يعني، فشي يتقبلوه. وتكلمت بالمحاضرة أثناء مع الأستاذ عرداوي والأستاذ نبيل، تكلمت لهم أنه ليش الشباب يستحون منها، هي مو فشي معيب أو مغزي، بالعكس هي غطاء رأس محترم. أستاذ تحسين، أنا عندي سؤال إلك يختلف عن الآخرين، اليوم أنت قدرت تقنع أبنائك أنه يلبسون سدارة؟ بالبداية أني أحب أن أوجه كلمة شكر إلى قناة الشرقية الفضائية لاهتمامها بهذا الموضوع التراثي واهتمامها بإحياء التراث البغدادي، ونلاحظ تواجدها الحقيقة في المركز الثقافي البغدادي أيام الجمعة لنقل هذه الفعاليات الجميلة التي يتناولها المركز الثقافي، فشكرا جزيلا إلى قناة الشرقية. بالنسبة إلى أولادي، الحقيقة في البدء كان رفض كبير من عندهم لما يشوفوني أرتدي السدارة، حتى في بعض الأحيان يعني من نريد نطلع سوية ما يطلعون وياي إذا أكون أنا مرتدي السدارة، بس بمرور الأيام لا تقبلوا الموضوع الآن، وخصوصا لما شافوا أنه أني أحصل بعض التسهيلات في دوائر الدولة لما أدخل ومعتمر السدارة، الحقيقة ألمس فرد معاملة خاصة واحترام كبير لمرتدي السدارة. ليش ينظروا لك أنه بغدادي؟ نعم، النظرة السائدة هي أنه هذا شخص بغدادي أصيل، أو مثل ما نسميه بالعامية بغدادي قح، فلذلك إلى فرد تقدير خاص يعني. وفعلا يعني في من أراجع عن بعض الدوائر فعلا أنا أحصل على معاملة خاصة، وأني ممنون من هؤلاء الناس اللي يقدرون التراث ويقدرون الأصالة ويقدرون موروثنا البغدادي الجميل. ملا عبود الكرخي صار احتفال إجا، ف
فالملك جاب سدارة خلاها وراء ايده. من العبود يلبس العقال يسمونه مكنكر، فالعقال خاص يختلف وطريقة الحياكة مالته تختلف. فقال له قال له قال جيبون من العبود اجا. قال له ملا ما يصير، انت خوش ادمي وكذا وهذه، فعندي شغلة له. قال له شنو؟ قال له شنو وراء ايديا؟ قال له سيدنا، هم يصيحوا للملك سيدنا. قال له سيدنا انت والبيدك على راسي. شال العقال خلى على راس السدارة، فاصبحت فدشي. ها لبسها؟ لبسها بقي يلبسها، واصدر جريدة الكرخ وصدى الكرخ بالسدارة. نعم، وحتى الديوان مالته القى عدة قصائد، وكان هو لسانه فلت من العبود. انا دا اقول هاي ايش قد كان من العبود الكرخ لسانه فلت، بس ما قدر للملك. اي الملك طلع، بس الملك الرجل كان بهدوء. ومنك يلعذبت روحي بلاداي بلاداي يا 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 اخويا يا عمي بلاداي، فان جاء وإن عزت بلادي، فإن جارت وإن عزت بلادي بلاداي، كرام أهلي وإن شحوا شحوا علي ذبيت روح على ودر الجريش يا ديها ساعة وكسر المجرى. القوميين والآخرين وجمعية الإصلاح الاجتماعي كان بيناتهم الود مفقود. الملك غازي غر غضيض، الملك غازي غر غضيض بعده، يعني ما يعرف بأمور السياسة وحابيلها، كان التأثير عليه واقع. فحبت ياسين باشا الهاشمي السيدة نعمت وراد يتزوجها. العائلة المالكة زائد نوري سعيد قام يضربون ايد بايد، يقولون هسه احنا بوحدة ياسين ما نقدر له، دور يصير عمه للملك، شي خلصها بعد هاي الشغلة. ياسين الهاشمي مزاجه دائما متقلب عكس اخوه طاها. ياسين خلفته بنات، طاها خلفته ولد وبنات، وابن الكبير الآن حي يرزق اسمه سهيل في لندن، أحد المهندسين عنده دكتوراه بالهندسة. ياسين عنده بنات اثنين، نعمة وصبيحة. نعمة تزوجها علي ممتاز الدفتري اللي عمه محمود صبحي الدفتري، وهذول الأسرة تولت أمانة بغداد عندما كانت بلدية بغداد بالعهد العثماني، بيت فؤاد الدفتري، وبيتهم بجانب محافظة بغداد والقشت الموجود الآن في شارع المتنبي، معروفة في محل الجديد حسن باشا. الرجل أصدر أمر على مود يوحد الكل تلبس نفس الملابس يعتمرون هاي السدارة. أصدر منشور بتوقيعه يوم 2/2/1936 على كافة موظفي الدولة العراقية، الدولة العراقية، ارتداء الملابس، ارتداء السدارة العراقية وليس الفيصلية. وليس الفيصلية طبعا. استاذ نبيل احنا جيناك دريد نعرف السدارة، عرفنا نسب الملك فيصل. احنا الان يعني نجد من الضروري اعادة هذا الارث يعني الفلكلوري او التراثي او الوطني او العراقي او الفيصلي، يسميه ما شئت، ان يرجع، نرجع الاعتبار إلى، نعيد الهيبة إلى، وهو جميل حقيقة. يعني هو ما يكلف الناس، يعني اللي يلبسوه ما راح يكلفهم، يطيهم بالعكس، يطيهم يعني 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 شو تقول، يعني فد هندام جميل، فد شكل حلو، يعني شكل حلو، ماكو يعني شخصيتك يعني مع السترة والبنطرون والرباط والكذا، يعني يعطيك فد ستريج، يعني ماكو في الشكل حلو يعني حقيقة.
لذلك نأمل أن تتواصل مثل هذه اللقاءات الصحفية والإعلامية من خلال قناتكم الجميلة الشرقية ومن خلال القنوات الأخرى والمنابر الإعلامية الأخرى والندوات، أن نوسع قاعدة من يلبس أو يعتمر هذه السدارة، وحتى نصل فيها إن شاء الله إلى الشباب. السدارة الفيصلية ثم السدارة العراقية ثم انحصرت وأصبحت السدارة البغدادية. اليوم إعادة إحياء هذه السدارة في مقهى دار القشلة التراثي في المنصور. رح يستطيعون الأساتذة اللي التقينا بيهم إقناع الشباب أنه يرتدون هذه السدارة. الزمن هو كفيل بإثبات هذا. كان معكم لبرنامج ظهيرة الجمعة قحطان عدنان. ودري الجاري